الاكثر اللي بعثوا لنا برسائل تتسولوا على شنو تنديو معنا في الخطبه. اليوم هدى جنان جابت لنا اخر مجد في هذا الموضه هذا في هذا لاغ او هذا الفن ديال الهدايا وديال الهديه. اكيد سميره فكما قلتي هادو ميادي خاصين بالخطبه بطبيعه الحال اللي بغا يديهم كذلك للعرس اللي مالا. مي حنايا غادي نشوفوا هذه المناسبه ديال الخطبه شنو يمكننا نديو فيها كيفاش غادي يمكن نديوه. وبطبيعه الحال دائما على حسب كل واحد والجيب ديالو كان غادي نوريكم باش نديو الحاجه اللي هي زوينه واخا ما تكونش مكلفه بزاف على حسب طبيعه الحال شنو غادي نديو. دونك كما كنقولوا هذه المناسبه هذه شنو اولا كيمكن نديو فيها كنديو فيها الحاجه اللي هي حلوه على حسب المناطق كاين اللي كيدي فيها عارفه بان في الجنوب كيديو العسل كيديو الحوايج اللي هي عندهم موجوده بينما الان ولاو بزاف دابا اللي الناس كيبغيو يديو الشكلاط كيبغيو يديو جبن. دونك على حسب هذا فاحنايا بالنسبه لهذه الخطبه هذه غادي نقترح لكم كنعرفوا بان هاد السواني ديال الرجلين بزاف ديال الناس باقيين عندهم في الدار كيكونوا ديال الامهات ولا ديال جدات ولا كاين اللي كيشريوهم دابا متواجدين يمكن لكم ديروا الصينيه بحال هكا وتعمروا فيها الشوكولا على حسب الامكانيات على غير نعرفوا شنو هي الامكانيات. الا كان عندكم الخطبه مثلا فيها الناس بزاف راه ضروري خصكم ديو داك الشكلاط اللي غادي يقد للناس كاملين دونك على حسب المناسبه. الا كانت مناسبه صغيره واخا نديو بحال دابا هنايا كما شفتي ديال البلاطو يمكن يعني هذا يقدر يكفي هذا اي غادي نديو بحال دابا حنايا الناس قلالين ما كاينش الناس بزاف يمكننا نديو بلاطو كما شفتي هو بلاطو اللي هو موديرن ما دايرينش فيه الفضه داكشي اللي دابا راه كاينين كيتواجدوا بزاف في السوق والاثمنه ديالهم جد مناسبه وكيمكننا نديرو واحد الاستيفاء ديال لي شوكولا كما زدنا فيهم شويه ديال الوردات. بالنسبه للوردات يمكن لكم ديروا الورد اللي هو طبيعي كما دابا كاين الورد اللي هو اصطناعي وكيجي المنظر ديالو جميل فكما شفتي باش ما نديروش بزاف ديال الشكلاط لان كما كتشوفي التستيفه هي رائعه جدا. هنايا لداخل كنديروا داك لو رومبوغاج اللي كيعطينا لا هوتور باش كتعمر كاين هنا اكزاكتومون كاين داك لو رومبوغاج نشوف من هنايا ها هو شتي كاين لو رومبوغاج كنديروا داك لو رومبوغاج الا عقلتي كنديروه بسميتو بالتيسو بالبابي اون سوا وكنديروا فيه من الداخل لاوات باش كيعطينا هاد لو رومبوغاج اللي تيجي كبير وبالتالي كنديروا غير ديك التستيفه الفوقانيه يعني تيعاون ماشي كيعاون غير نختاروا طبعا اللون اللي ما غاديش يجي باين. وهنايا ملي نجيو نصطفوا لي شوكولا دائما نختاروا الالوان التناسق بين الالوان كما شفتوا درنا هنايا داك الفيغ اللي هو فاتح درنا معاه لارجونتي درنا الدوغي ودرنا واحد لاطوش ديال الوريدات لو روز لو بلون كاسي تو باش كيجي المنظر ديالهم جميل. دونك هادو بالنسبه لهاد الصواني الا ديتو هاد الصينيه بحال هكذا ديال الشكلاط يمكن لكم ديروا حتى لي بيجو اللي كنديو في الخطبه كتعفير الرشيم كيمكننا حتى هما الصينيه نديروا فيها حتى هي لي بيجو كتجي جميله بزاف يمكننا نديروا الشكلاط وشي حاجه حلوه شي حاجه حلوه على حساب كاين اللي غادي يدي التمر لا ماشي ديال الخطبه مي كاين اللي كما قلت لكم كيدي جبانه فيها العسل فيها جبن على حساب المناطق كيفاش غادي يكونوا. هنا كما قلت لكم دابا اللي هو دارج بزاف هو لي شوكولا كيمكن لكم كما تشوفوا هنايا كيمكننا نديو كذلك لا بات دو فروي دونك هنايا غادي نديروها ملي كيكون عاوتاني بيجي شويه كاين اكثر يمكننا الشكلات نزيدوا عليه لا بات دو فروي كما شفتوا لنا دائما تناسق في الالوان تيكون ضروري ما نديرو تناسق ما نكثروش بزاف الالوان شحال ما درنا داك الشيء خفيف تيجي المنظر ديالو جميل كما شفتوا هنايا الميده كيمكننا نديو ميده وحده بحال هكذا فيها هاد لي شوكولا وهذا الشيء بطبيعه الحال الميده راهم كيتكراو وغادي نزيدوا عليها هذيك الميده كما شفتي كيفاش مدورينها بالوريدات. دابا انت جبتي لنا واحد جوج ثلاثه اربعه الانواع خمسه الانواع ديال الشوكولا ديال الشوكولا وحده منهم تمشي مع هذه ديال الرشيم مع هذه ديال الرشيم كما كيمكننا نديروهم جوج بحال دونك هنايا هاد الميادي هادو راه بالنسبه للناس اللي عندهم الامكانيات راه ما كيتقاموش غاليين الا درتهم كتمشي عند مول النجار يصايب لك طبله ديال العود غير العود العادي وكتاخذ هنايا بحال البروكا بروكا وكدير له كتصايبو بالتالي كيبقى عندك حتى كذكرى لان حتى الا جيتي تكريه راه شي مرات كيتقام عليك غالي فكرة. دونك بالنسبه للناس وكيمكن لكم ديروا القياس باش يجي غير اللي بيجو اللي غتدي بحال دابا انايا غادي ندي حاجه وحده ندير واحد الميده صغيره اللي غادي ندير فيها دوك هذه فكره ممتازه كيجيو مجانين نديروا طويفر ونديروا الطوب طويب شي مرات دونك هذا الطوب جميل كيمكن لكم تلقاو لي بروكار ديال 100 درهم 150 درهم يمكن لكم تصايبوهم وديروا كذلك الوريدات هما موجودين ديروا ميده صغيره ديروا فيها الشكلاط داك على حساب انا كنعطيكم الافكار وبالتالي كل واحد على حساب الجيب ديالو كيتاقلم مع شنو غادي يمكن له يدير شنو ما غاديش يمكن له يدير. شنو عندنا كذلك بالنسبه لهذا الشيء ديال اللي دابا ولا دارج بزاف على الموضه واللي هما في الحقيقه رائعين جدا هما هاد الميادي هادو الوغ هنايا باش اجي تشوفي معايا سميره هذه الميده ديال النحاس
وهذا هو اللي دايرين لو سوكل حتى هو راه كما شفتي بحال هذاك بحال هذاك. وهذا الميله ديال النحاس زايدين فيها هاد الفوقاني ديالو تاو بالنحاس اللي كله عامر بالورد. هنا هذا الداخل ديالو تاو بالنحاس هذا تحت لا تحت من الورد تحت من الورد النحاس هو باش قابط الميده هنايا. الوغ بالنسبه لهذا الورد هذا على حسب كما قلنا الامكانيات. كاين الناس اللي كيكون عندهم امكانيات كيبغيو يديروا الورد اللي هو طبيعي كيجي المنظر ديالو جميل بطبيعه الحال. كاين الناس اللي كيمشيو لهذا الورد هذا الاصطناعي كما شفتي دابا تبارك الله ولا الورد هذا صناعي والله ما باين تيبان بحال الا الورد اللي هو طبيعي. وهذا الشيء كله كما قلت لكم راه كيتكرى يعني ماشي بالضروري تصايبو نتايا كيمكن لك تكريه وتصايب الحاجه اللي غادي تعجبك. هنا المحتوى فاغي ماشي غير الشكلاط ما كاينش كاع الشكلاط تيظهر لي لا كاين الشوكولا شويه هنايا دايرين سورتو سميتهم نوغا النوغا دايرين لاباط دو فري لي كاليسون لي تما ولاو دابا دارجين بزاف على الموضه وكيجي المنظر ديالهم جميل. هاد لي كاليسون يمكن لكم حتى هما تصايبوهم راه كاينين غير باش نوريهم المشاهدين هادو هما لي كاليسون صايبين بالعقده ديال اللوز ديالتنا اللي الناس اللي ما عندهمش باش يديروا لي كاليسون كنعرفوا حنا كنديروا دوك الفواكه اللي مصايبه بلاباط دامونت لاباط دامونت هي كتجي رائعه. كاليسون معروفين على واحد المدينه في فرنسا اييه وهادو السيدات ديالنا المغربيات راه كيصايبوهم بديداتهم تبارك الله كيديروا ديك العشيه ومقاسين كيوجدوا الطبق ديال لي فروي اللي كيكونوا مصايبين باللوز عقده اللوز كيمكننا حتى هما نزينوا بهم باش يمكن لنا الكراميل كذلك كاين الكراميل كل ما هو حلو كيمشي للخطبه. دونك باش نعاودوا نقولوا بان الخطبه الا دينا الشكلاط مع الهديه ديال اللي هي الرشيم الرشيم ما بقاش يدي بوكا د فلوغ يمكننا نديروا لي بوكا د فلوغ ولكن الا درنا بحال دابا الميده بحال هكا وفيها الورد ما نحتاجوش لان تبارك الله فيها كيمزج بين هذا لو بوكي وكذلك هذه الحلويات اللي غيمكن لك تدي باش تقدميها للعروس واللي عنده شي مناسبه الله يكمل بالخير. شكرا لك هدى على الاجابه على التساؤلات ديال المشاهدين. بزاف الناس يبغيو يمشيو يخطبوا ما تيعرفوا شنو يديو دابا اليوم عرفنا جبنا لكم التشكيله ديال لي شوكولا ولا لي كل ما هو حلو بالاضافه الى الطبق ديال الهديه الرئيسيه. شكرا لك هدى جنان. نمشيو للحظه اللي الفقره مواليه خليكم معنا.